شارك الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني كضيف شرف في الاحتفال الذي نظمه الجيش الباكستاني بمناسبة يوم باكستان، والذي يصادف 23 من مارس من كل عام. وجرت مراسم الاحتفال بمشاركة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية وعدد من كبار قادة الجيش الباكستاني وجمهور غفير من الباكستانيين والمقيمين وعدد من المدعوين من الدول الشقيقة والصديقة لباكستان، حيث رفع سمو رئيس الحرس الوطني أسماء آيات التهاني والتبركات لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وللشعب الباكستاني بمناسبة احتفالات البلاد بيوم باكستان، مبديا إعجابه بالعروض العسكرية التي قدمها الجيش الباكستاني وما تميز به من كفاءة عالية وجاهزية ومهارة في تنفيذ اللوحات الاستعراضية لقواته والقوات التي شاركت من الدول الشقيقة والصديقة. كما أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالعلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ودور جمهورية باكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى المستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين، والتي تعكس شراكة ثنائية بين البلدين الشقيقين استمرت لعقود طويلة من النماء والازدهار. هذا وشارك الحرس الوطني في العروض الاحتفالية التي قدمت في احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة يوم باكستان.